هنا لما انا اروح الانترفيو في دوكيمنتس معينه، اوراق معينه لازم اجيبها معايا، هو هيبص عليها وهيعمل لها فيريفيكيشن. ايه هي الاوراق دي وايه هو الفيريفيكيشن اللي هو هيعمله؟ يقول لي documents to bring to interview. If you have a face-to-face interview, please bring verification with you of your income and expenses. هيطلب مني ايه؟ ايه الدخل بتاعك وايه مصاريفك؟ If you cannot get all the information together by your interview date, لو ما عرفتش تجيب كل المعلومات دي يوم المقابلة، still come for the interview because you will have additional time to provide this information. تعال المقابلة عشان هيبقى عندك وقت ان انت تبعت المعلومات دي بعد كده. If you need assistance in obtaining this information, please discuss this with your CalFresh worker at the time of the interview. The following are examples of what to bring. لو انت محتاج مساعدة عشان تجيب المعلومات دي، اتكلم مع الوركر بتاعك في وقت المقابلة وهو ممكن يقدر يساعدك. دي الحاجات اللي هم هيحتاجوها، امثلة ليها. Proof of Identity، ايه Proof of Identity ده؟ يا اما الدرايفر لايسنس، لو ما كانش معانا الدرايفر لايسنس بتاعت كاليفورنيا ممكن نجيب الباسبور، الالين ستاتس لو انا لسه ما عنديش ريزيدنسي، عندي بس ورق يثبت ان انا مقيم بس لسه ما عنديش الجرين كارد، اجيب الاوراق اللي تثبت ده. Social Security Numbers for all household members، اجيب بس ارقام السوشيال سيكيورتي نمبر، مش لازم اخد الكروت معايا. If employed, proof of income، لو انت بتشتغل هات ما يثبت دخلك اللي هي ايه، الويج ستابز، انت مثلا بتقبض بكعب الشيك مثلا، الايرنينج ستيتمنتس لو في ستيتمنتس الامبلوير بتاعك بيديها لك، for the past 30 days اخر 30 يوم، bank statements for checking accounts, saving accounts, certificate of deposits, credit union accounts, retirement accounts, stocks, bonds, dividends, etc. اي حاجه ليك حسابات في البنوك، ما تجيبش حساب واحد وتقول انا عندي حساب في بنك تاني مش هطلعه، لا، كل حساباتك في البنوك الستيتمنتس دي تجيبها عشان تقدمها لهم، سواء هي في بنك عادي او في كريديت يونيون. Proof of shelter costs، ايه الشلتر كوست ده؟ لو انا بدفع رنت هجيب عقد الايجار معايا والستوب بتاع ان انا دفعت الرنت، لو انا بدفع مورجج هجيب الورقة اللي فيها المورجج. Lot rent, household, real estate, taxes, utility bills, heat, electricity, water, sewage, garbage, telephone, etc. الشلتر كوست هنا مش بيبقى الايجار بتاعي بس او المورجج بتاعي بس، لا، ده بيشمل الحاجات التانية اللازمة للمعيشة اللي هي الشلتر، اللي هي تديني المأوى. زي ايه؟ لو انا بدفع real estate taxes، او لو انا بدفع taxes عادية، utility bills دي اللي هي فاتورة الكهرباء، فاتورة المية، فاتورة garbage collection اللي هي بتاعت الزبالة، فاتورة التليفون بتاعت البيت، وهكذا. اجيب كل الفواتير عشان هم يقدروا يحسبوا الانكم بتاعي قد ايه والفواتير اللي انا بدفعها قد ايه، فكده يبقى انا اللي بيتبقى معايا قد كده يقدروا يحسبوا بناء عليه انا اقدر اخد فلوس مساعدة قد ايه. هنا في الفيريفيكيشن بيقول لي ايه، The CalFresh worker will also ask for proof of certain information that has been reported. The following must be verified prior to certification. يعني في بعض المعلومات اللي انت هتديها لهم هم لازم يأكدوا عليها، زي ايه؟ الايدنتيفيكيشن. ايه الايدنتيفيكيشن؟ انت كتبت في الابلكيشن ان انت اسمك مثلا ديفيد سميث، يبقى لازم تقدم له في الايدنتيفيكيشن اي دي، درايفر لايسنس او باسبور، ان انت اسمك ديفيد سميث. Immigration status in some cases، ايه وضعك بالنسبة للإيميجريشن؟ Sponsored non-citizen information in some cases، دي معناها ايه؟ يعني انت لسه مش مواطن، لسه ما خدتش الـ citizenship status،
بس حد عمل لك سبونسورينج، فهيطلب منك تأكيد على المعلومات دي. ريزيدنسي لو انت مقيم، اثبات الاقامة بتاعك. SSN for all household members، يعني انت هتديله رقم، هو عنده طريقة يتأكد ان الرقم اللي انت اديته ده بتاع الشخص اللي انت اديته، عشان ما تديش ارقام غلط وما تديش معلومات مش مظبوطة. الجروس انكم، يعني انت اديته proof of income، هو هيتأكد ان انت ما عندكش دخل بطريقة تانية. evidence of disability، لو انت disabled وبتقدم عشان تاخد المساعدة، لازم تقدم ان انت disabled بأوراق معينة، وهو هيأكد على الأوراق دي. utility expenses، ان الاوراق اللي انت قدمتها دي هنا في الرنت والاكسبنسز اللي هي الهيت والالكتريستي والواتر، هيتاكد ان الارقام دي سليمه. وميديكال اكسبنسز، لو انت بتدفع اي فواتير لرعايه صحيه. تشايلد سبورت اوبليجيشنز اند بيمنتس، لو انت بتدفع التشايلد سبورت، التشايلد سبورت ده اللي هو انت حصل انفصال وواحد من الأب أو الأم بيدفع child support، بيدفع فلوس عشان الطفل ده يعيش للطرف التاني. For expedited service only identification is required and other verification can be postponed، لو احنا هنا قلنا ممكن يعمل لنا الخدمة المستعجلة في خلال 3 أيام، لو هنطلب الخدمة المستعجلة دي بس الidentification هو المطلوب اللي هو driver license. الفيريفيكيشن للحاجات التانية دي ممكن تتأجل، بس مش معنى كده ان هي مش مطلوبة، لا هي هتتأجل، هيصرفوا لك الفلوس وهيأجلوا الفيريفيكيشن. Other verification such as shelter costs, dependent care cost, household size and liquid resources do not require verification unless questionable. يعني ايه بقى؟ يعني لو انت هنا الشيلتر كوست دي اللي هو طلبها منك، اللي هي الرنت والمورجج وال الحاجات دي كلها، دي مش محتاجة verification، بس هو مش محتاج ان هو يأكد عليها، هو هيبص بس في الورق ويقول الاوراق دي مظبوطة، لكن هو مش هيكلم الشركة مثلا يتأكد، او مش هيعمل investigation، مش هيعمل تحريات وراك. هيعمل الكلام ده امتى؟ unless questionable، الا مثلا انت مقدم حاجة هم شاكين فيها. اديكم مثال، مثلا فاتورة الكهرباء مثلا في الطبيعي مثلا في الحتة اللي انا مقدم فيها بتبقى في حدود 60-70 دولار، فانا مقدم ان فاتورة الكهرباء بتاعتي في حدود 200-300 دولار، ده كده هنا حاجة out of norm، يعني خارج النطاق الطبيعي، فبتبقى questionable، بيشكوا فيها فبيعملوا لها verification.